بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أيها الإخوة الحاضرون هذا اللقاء بهذه الكثافة من أعمار مختلفة، إننا نلتقي اليوم على موعد بيننا هو موعد تكريم أهل القرآن والاحتفاء بما أنجز على طريق نشر القرآن في هذه الربوع. أيها الإخوة، حينما نجتمع بهذه الكثافة وبهذه العفوية وبهذه التلقائية، فإنما نقول لأهلنا ولقومنا ولذوينا إن عمقنا في باديتنا، في حاضرتنا، لدى شيبنا وشبابنا هو عمق إسلامي، عمق مرتبط بالشريعة الإسلامية. فمن كان يريد أن يعرف هذه الأمة فمن مثل هذه المجالات يستقي معرفته لأن لا يخطئ في أي حساب. هذه الأمة أمة مسلمة مؤمنة متحضرة. إننا نرى في هذه الجبال الكثير من المعنى، نرى فيها حضارة قوية قديمة راسخة تنبئ عن معنى الإنسان المغربي. هذا الإنسان لم تغير من حقيقته وكينونته ظروف الزمان، ولا حالات عارضة قد تعرض من فقر أو غيره. هذا الإنسان في هذه المناطق حمل المعرفة منذ زمن بعيد، منذ زمن السعديين. كانت سوس دار للعلم، كانت بادية ولكنها كانت بادية عالمة. كان الناس لا يكبرون شيئا مثل ما يكبرون المعرفة، كانوا يلتقون ويجتمعون ويتضامنون. كانت تأتي عليهم ظروف الفاقة والفقر كما أتت على كثير من الناس، لكنهم ظلوا دائما ملتزمين بهذه الوظيفة، وظيفة إحياء المعرفة الشرعية. لذلك لم يتأثر وجود المعرفة الشرعية في هذه الربوع، ولم يتأثر وجود القرآن بأي مؤثر من المؤثرات، لأن الشيء الذي تحتضنه الأمة وتحميه الأمة وتجتمع عليه الأمة وتضحي من أجله الأمة قد كتب له أن يستمر. لذلك قلت إن عوادي الزمن وإن الحالات العارضة لم تؤثر، فظلت سوس كلها عالمة، والعدد الذي وجد فيها من الأشخاص، من المدارس، من الكتابات، من البحث الفقهي، وشيء نعتبره غرة في جبين المغرب. المغرب حينما يقدم له جزء من هذا الوطن هو سوس، بعلمائها الذين أحصى الكثير منهم، المرحوم العلامة مختار السوسي، ولا شك أنه فاته آخرون. هذا العدد الكبير لا يكاد يتوفر ولا يكاد يجتمع في جهات أخرى من العالم بهذه الكثافة وبهذا الحضور القوي. لذلك أيها الإخوة، حينما نجتمع نحن نحيي الماضي ونثبت أقدامنا على هذا المسار، على هذا الدرب، ونتعاون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا على أن نحيي الشريعة وعلوم الشريعة في هذا الوطن. ونقول لمن يسأل إن الشريعة إن شاء الله باقية ومستمرة، وإن رجالها وأهلها وذويها ونساءها كل أولئك مصرون على أن يلتقوا مع الشريعة ويتعلموها. هذه المدارس التي نزورها الآن هي
فعل حضاري قوي، فعل يؤدي ثمنه المواطنون جهادا وإنفاقا وحضورا ومتابعة، حتى تجتمع هذه الأعداد الكبيرة من طلبة القرآن. وهؤلاء ليسوا طلبة لهذه المنطقة، هؤلاء طلبة للمغرب كله. علماء سوس ليسوا خاصين بسوس، علماء سوس يدرسون الآن في كل جهات المغرب، في وجدة، في الرباط، في الدار البيضاء. هذه الأرض مباركة تعطي الكثير وتعطي أحسن ما يمكن أن يعطى، تعطي العلم للمغرب. فلذلك وجب أن نستحضر كل هذا ونحن نلتقي. نحن لا نلتقي التقاء صوريا أجوفا، وإنما نلتقي لقاء له معنى كبير وفي نفوس الكبار كبير. هذا معنى يدعونا إن شاء الله إلى أن نغد السير ونواصل المسعى. ثم أقول كلمة أخيرة لجميع هؤلاء الذين كانوا في هذا الاستقبال، في هذا الحضور، أقول لهم تقبل الله منكم، إن مثل هذا العمل لا يرجى جزاؤه إلا من الله عز وجل، وهو وحده القادر على إثابة من يقوم به. وأقول للقائمين على هذه المدرسة، لشيوخها، لفقهائها، لمدرسيها، هنيئا لكم هذا الرباط على هذا الموقع. ونسأل الله تعالى أن يطيل من أعمالكم ويكمل كل جهودكم بما تحبون وترضون، حينما ترون إن شاء الله من هؤلاء العلماء، من هؤلاء الشباب علماء وعالمات. هؤلاء هم الذين نعتبرهم الآن حصن هذا الوطن، هؤلاء يثبتون أهل هذه البلدة الطيبة على الإسلام الصحيح. الناس أصبحوا الآن يتساءلون عن النموذج المغربي. النموذج المغربي صنع هنا، لأن النموذج المغربي هو فقه راشد، فقه متوسط، ولذلك نحن لم نكن سببا في أي مشكلة ولم نسبب لأحد أي مشكلة. وأصبح الأغيار الآن يأتون إلى هذا الوطن، إلى المغرب، من كل البلاد، يريدون أن يقتبسوا من هذا النور. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل لنا إن شاء الله لقاءات أخرى نلتقي فيها ويشد بعضنا عضد بعض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.